كفتة السجق، كفتة تجنن من اختراعي، طعمها تحفة. انا شايفة ان انتوا بتحبوا وصفات السجق والوصفات السريعة دي، كفتة تعمل كمية كبيرة جدا وكمان طعمها حلو قوي، طعمها زي السجق مع توابل. الناس اللي بتحب السبايسز هتحبها جدا. تعالوا معايا بقى شوفوا المقادير، يلا بينا. نص كيلو لحمة مفرومة، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة بهار مشكل وملح وفلفل، 5 فصوص ثوم مفرومين، معلقتين كبار كاتشب، معلقتين كبار بقسماط، وكمان معلقة ونص كبار دبس رمان، وكمان سجق بلدي 4 وحدات، وربع كوب لبن، طماطمية مفرومة، بقدونس ورمان للتزيين. دلوقتي الوصفة فيها شوية بهارات كتير، لو انتوا مش حابين شيلوا خالص البهارات، الدنيا فلكسبل ولطيفة، خليكوا بس بالسجق نفسه، هو بيبقى متحبش. انا بحب البهارات زيادة، فده زي ما انتوا تحبوا. بصوا دلوقتي احنا السجق هنشيل، هنفتحه هنشقه بالسكينة، هوريكوا دلوقتي. هناخد اللي جوه اللحم بتاعه ونشيل السكن اللي هي الجلدة، تمام؟ تعالوا بقى معايا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى هنفتح كده، نشق بالسكينة، ناخد هنشيل ده، بصوا اللي هي السكن بتاعته الجلدة دي، وهناخد بس البهاريز اللي جوه دي كلها، تمام؟ بمنتهى البساطة كده، هو ده اللي انا عايزة اكله. دلوقتي حطيت 4-5 وحدات سجق، ودلوقتي هنزل عليهم اللحمة المفرومة. هنحط طماطم تقطع مكعبات او مبشورة، ثوم مفروم انزل، كاتشب، وكمان البهارات كلها بقى، كزبرة ناشفة، جوزة الطيب، قرفة، بهار مشكل، ملح وفلفل، حط بقسماط، البقسماط بيطري اللحمة، لو فيها دهون ما نحطش بقسماط كتير، وكمان نفس الكلام لبن، اللبن بيطري، لو فيها برضو دهون بلاش لبن، واخر حاجة دبس الرمان، معلقة ونص كبار او معلقة، وده اختياري. دلوقتي خلاص حطينا كله تك 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 ورا بعض، مش اسهل من كده ولا احلى من كده. دلوقتي بقى هنعجنها ونشكلها ونسويها وبس. تعالوا يلا. دلوقتي بقى هنكورها او نعملها بالطول، انا بحب شكلها بالطول زي السجق، تمام؟ بس انتوا ممكن تعملوها صغيرة للولاد زي الميت بولز كده، صغنونة خالص زي ما تحبوا، الشكل ده يرجع لكم انتوا. دلوقتي كل اللي هعمله هشكلها واحطها في طاسة فيها زيت واخليها تستوي. هنشكلها ونحطها في الطاسة ونولع النار وتشوفوها وهي بتستوي معانا. هنحط زيت معلقة كبيرة كده بس، ندهنها كويس في الطاسة، نعملها كده قصدي يعني. ونحط فيها الكفتة دلوقتي، نحطها بقى كده في الزيت وموطين النار، تمام؟ واحدة تانية قمر اهي. دلوقتي اللحمة والسجق عموما فيهم نسبة دهون، بالذات السجق، فاحنا هنخليها نحطها 10 دقايق كده في الفريزر تمسك شوية قبل ما نسويها، ده احسن حل عشان ما تفكش معاكم، لو ما عملتوش كده هتفك منكم، تمام؟ بعد كده هعمل ايه؟ هحطها في الطاسة بالزيت زي ما عملنا، ونغطيها ونسيبها تستوي على نار واطية خالص، اول ما صوتها يعمل تشك 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 في الاخر هنسيبها، ما نقلبهاش خالص، هي بتستوي بالبخار علشان ما تفكش منكم، عشان الكفتة دي فعلا طعمها تحفة، فخدوا بالكم من التركات البسيطة دي. وهننزل بقى الكفتة بعد ما استوت بس كده، حط بقى عليها رمان عشان ندلعها، عشان ندلعها اكتر بعد الرمان، شوية بقدونس. اهم حاجة ان اللحمة لو فيها نسبة دهون لازم تحطوها في الفريزر 10 دقايق، ولو فيها نسبة دهون برضو بلاش تحط لها بقسماط ولبن، تمام؟ اكتفوا بالمقادير الباقية بس كده. شفتوا مفيش اسهل ولا احلى من كده، ريحتها تجنن، شمين. يلا جربوا الوصفة وبألف هنا. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.